يا جماعة أنا قررت بعون الله إن أنا أعمل ديفيلي عشان أعرض فيه كل التصميمات الرائعة اللي أنا اخترعتها، ورانيا هي هتكون عارضة الديفيلي الأولى والأخيرة. ايه كمية ايه في ايه؟ يعني ده بدل ما تداركولي قاعدين ساكتين ليه؟ يعني في ايه؟ يعني احنا بقى مش عرايس الديفيليه، احنا ضيوف في الديفيليه، جايين للهانم اللي هتمشي تتقصى في الديفيليه نقعد نتفرج عليها. احنا كومبارس الديفيلين ورايحين نسقف للست رانيا. وبنتي اللي هي فوزلات وكبداتي انا ما تجيش تعزمني ولا تقولي تعالي ماما على الفيفيليه، اخز عليكي اخزي يا وحشانه انتي. ايوه يا مامي، حتى دي كمان ما افتكرتش اختها. ولا حتى بابا افتكر بنته، ولا ماما حتى افتكرت بنتها. ايه كمية المناحة اللي انتوا فيها دي؟ ليه المندبة دي؟ عشان ايه يعني؟ يا جماعة انا ستايلي وستايل جسمي وتفكيري متوافق ومتضامن عضليا وعصبيا مع الديفيليهات. يا سلام، يعني بقى يعني عادل انا لازم اشترك في الديفيلين. ديفيلين ايه؟ ديفيلين ده انت مش عارفه تقولي يا ماما ديفيلين ايه؟ وبعدين اولا مثلا لو نجلاء ولا سناء اشتركوا مع رانيا لانهم هيعرضوا لبس بتاع شباب، لكن انت يا ماما هتعملي ايه؟ امهات الفساتين؟ يا سلام، جيلي دي فساتي تو خالص. يعني ايه؟ يعني ده اللي انت هتلبسيه ولا ايه؟ مش فاهم يا حماد. نو، اولا الموضوع بتاعت السنة دي ان احنا ممكن كويس قوي ان احنا نلبس انا وماما بتاعت انت اللبس بتاع الموضه عشان احنا جسمنا. ايوه صح يا حبيبتي، وهنجيب ام ميرفت معانا تشتري. نو بلدي ام بلدي. ام ميرفت ايه؟ ام ميرفت ايه؟ ما كفايه انتوا. يعني انت موافق يا ابي؟ لا انا ما وافقتش ولا حاجه. لا طبعا. ربنا يخليك ليا يا عادل. ميرسي يا اخويا. شيغي مون امور يا بوس بنتي. ميرسي شيغي. مش عارفين يا حبيبي، شكرا قوي يا عادل. ميرسي. مش عارفين نعمل ايه. ميرسي يا بابا.